كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. عسلامتكم ومرحبا بكم، شكرا لكم على الاستماع. مرحبا، نص نهار ثلاثة دقائق على موزايك اف ام، وكما كل نهار حد المواد مع بوختخي باي موزايك اف ام. علاش باي موزايك اف ام؟ على خاطر يخدموا عليه فريق كامل على امتداد الاسبوع، البورتري بشخصيتنا نتعرفوا عليها. وفكرتنا هو خدمه على الذاكره الجماعيه، ذاكره جماعيه اللي نعتبروها مهمه لنا وللاجيال القادمه. ميرسي خالد، ميرسي كاو، ميرسي نضال، ميرسي الجهه السليني على الاعداد، وشكرا لكل فريق الكواليس منهم هيثم الشريف اللي نسلم عليه برشا. نص نهار اربع دقائق من خلال ضيفنا اليوم، فما لمسه وفاه الجيل كامل من الحقوقيين، جيل كامل نساء ورجال على امتداد سنوات دافع على التوانسة، ساعات في الكواليس ما غير حتى حد ما في باله بهم، دافعوا على شرفهم، على حقوقهم، ودافعوا على حقوق الإنسان. المنظومة الكونية اللي خلت تونس من عام 76 يكون عندها أول منظمة حقوقية إنسانية في إفريقيا وفي الوطن العربي. شخصيتنا اليوم كانت شاهدة على عصر البناء فيما يخص حقوق الإنسان، ولا هات نقول السنوات الأولى، لكن زادا كان شاهد على لو باساج دو رولي، وكان هو اللي تمكن في مؤتمر سادس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان من أنه يعدي يده ويعطي للجيل اللي بعده المشعل. ضيفنا هو مختار طريفي. مرحبا مختار طريفي. شكرا على الاستضافة. مختار طريفي، على امتداد ساعة من زمان من خلالك أنت كما قلت لمسة وفاء لأجيال وأجيال من الحقوقيين واللي خدموا خدمة كبيرة ياسر على حقوق الإنسان في تونس. نستدعك تحط الكاسك خاطر توا وقت البورتري باي جيان السليني، هذا ضيفنا مختار طريفي. في حاجب العيون في القروان عام 50 تولد ضيفنا المحامي مختار الطريفي، اللي ما بين عام 2000 و 2011 في أسوأ عشرية من الدكتاتورية تولى رئاسة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اللي هو اليوم رئيسها الشرفي. لكن من البداية إثنية ما كانتش سهلة بالكل. هو من عائلة عندهم فلاحة، ومن الصغرى إثنية للمكتب في الشتاء بالقشابية أدودان. إحساس البرد والخوف والتعب متاع وقتها مازال يتفكرهم التوى مختار الطريفي. وقت اللي يخرج في الفجاري ويخلي أمه وإخواته البنات في الدار، ويخرج هو طلباً للعلم، وعيه المبكر بعدم المساواة ما بين إخواته الذكورة والبنات في حقهم في التعلم كان من أول الحاجات اللي خلته يتسائل على حقوق الإنسان وغذات التزامه بحقوق النساء. لكن على قد ما جده اللي كان مساند للفلاقة دلو، على قد ما الوالد اللي كان زيتوني كان صعيب معه. ومن بعدها عرف صعب السلطة وقت اللي مشى يبحث في الDST ويتعرض للتعذيب على خاطره شارك في احتجاجات في الليسي. ومن غادي بدأ يتعلم في الدروس وفهم اللي النضال والمقاومة عندهم ثمن ولكنهم قادرين على التغيير. النضال عرفوا من الليسي كمستقل، وبداية الالتزام كانت مع سنوات الجامعة وقت اللي مشى للعاصمة في الكامبوس باش يقرأ الحقوق. يتوقف عام 73 بسبب الاحتجاجات واتهامه باليسارية والانتماء لتنظيم العامل التونسي. يترفل، يعدي الجيش، يطرد من الجامعة وقراية الحقوق، ولكن مساره المهني بداه كصحفي في جريدة الصباح، كتب زادة في جريدة المغرب وجريدة الموقف متاع البي دي بي. ولكن حتى المسار هذية عرف فيه تضييقات بسبب اللي يكتبه. مع أحداث الخبز في الثمانينات يتفك باسبوره ويمنع من السفر 8 سنين. في التسعينات بعد ما يتحصل على شهادته ويبدأ ممارسة المحاماة، العلاقة ما كانتش أفضل مع نظام بن علي اللي مارس عليه كل أنواع التضييقات، ولقى روحه مطلوب قدام المحكمة بسبب دفاعه على سجناء الرأي. ولكن صوته كان عالي ورفع راية حقوق الإنسان أمام نظام ديكتاتوري، وترأس الهيئة اللي سلطة بن علي عملت كل شيء لإسكاتها وقمعها والتضييق عليها، لأنها كانت تفضح وتندد بتجاوزات السيستم وعدم احترام الحقوق الإنسان والظلم والتعذيب اللي كان يتمارس على المواطنين. لكن صوت مختار الطريفي مسكتش ومهفتش، إيمانا منه بدفاعه على قضية عادلة وخاصة كونية. نزهته ونظافته والمحيطين به الكل يشهدوا له بالتزامه ومحبته للبلاد، الشيء اللي خلى اليسار يختاره في 2013 ما بين المرشحين لرئاسة الحكومة، وبعد مسيرة طويلة وحافلة بالنضالات في 2016 يكون نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. ضيفنا ماتخ مختار الطريفي. عسلامة.
عسلامة. مرحبا. خلي الكاسك مختار طريفي، خلي الكاسك خاطر مش تسمع معنا عديد المحطات اللي تهمك برشا، ومن المحطات الأولى باش تكون حاج بالعيون القروان. تتذكر من حاج بالعيون ومن القروان ومن الجد المناضل ومن العائلة الكبيرة، والبعض يقول أنك كنت محظوظ وعلى بكري مشيت تقرا. شوف العملية توا في مخي راهي عندها 70 سنة. صار فيك صار فيك فوالا. دونك ماهيش عملية سهلة باش نتذكرها. بالنسبة لي أنا قريت في ظروف صعبة، وكان ممكن ما نقراش لأنه دخلت المدرسة الابتدائية أويتان عمري 8 سنين، والمدرسة رغم اللي المدرسة الابتدائية اللي قريت فيها من الأول بانيها جدي، معروفة اسم مدرسة الشبعنية في طريق حاج بالعيون، دونك لأنه احنا من الريف مش من القرية. دونك قريت في المدرسة هذيك في ظروف بلوزوموا صعيبة، لكن من بعد انتقل وقت اللي قريت في المدرسة من الأول نسكن عند عمامي. هذا هو، بعثوك بعض عمك على خاطر كنت بعيد في الريف، ومن بعد رجعت نسكن في دارنا ونقرأ في مدرسة القرية 8 كيلومتر على دارنا. 8 كيلومتر كي الناج كي الفانت مطر ريح اللي هو يلزم نمشيهم تولي جور باش نقرأ، نمشيهم على بهيم، نمشيهم على سقية سيلفو. ما كان مش ممكن واحد يتخيل اللي ما نمشيش نقرأ مهما كان الطقس ومهما كان وفي ظروف صعبة، لأنه وإن كان عائلتنا مترفها شوية برابور لبقية العائلات، لكن مش شكل تنجم توفر لي الإمكانيات الكل. نطلع حكيو عليهم شوية خلي الإمكانيات. ومن هذيك الفترة هذيك بديت أولا تحمل مسؤوليتي، على خاطر الصباح وقت مش نمشي نقرأ جيتي سول وحدي، يلزم نمشي وحدي، يلزم نعمل أكلو تراجي، نقوم مع النجمة تاع الصبح. عندي أختي يذكرها بالخير تحذر لي، والعزوزة تحذر لي كل شيء، ونقصد ربي. أنتم 10 في العائلة، وإحنا أخوتي 10. عشر. دونك وهنا حاجة. علاش الدمعة؟ علاش الدمعة؟ استنى يقف دقيقة. علاش الدمعة؟ عليه؟ بغينا زون سامبل. قل لي. أخواتي البنات ما قراوش. ولا واحدة مشات للمكتب. ما قراوش. أخواتي البنات اللي هما عاونوني باش قريت. استنى جو ميكسكوز. لا 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 خذ راحتك. اختي الكبيره ما قراوش. ما قراوش لانه ما ينجموش. وانت الكبير قريت. وين الكبير قريت. ما فيهمش واحد ما ينجموش يمشيو لي 8 كيلومتر كوم جو لو فيزي تو لي جور. دونك هذه حاجه اللي قعدت عندي. وفك العمليه هذيك شفتش معناها التفرقة بين النساء والرجال. سوي ديزولي. خذ راحتك مختار ظريفي، قاعدين نحكيو على خيارات كبرى، قاعدين نحكيو على محطات أثرت في حياتك. عادي جدا أنه تأثر، شكون فينا ما يتأثرش؟ نحكيو على 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 حاجات صارت على بكري. وعلى بكري سمعت هداري، سمعت هداري في الدار، سمعت هداري من عند جدك، سمعت هداري من عند الوالد. الكتب كانوا موجودين، كانوا يقراوا جرايد، كانوا يتبعوا في على بكري سمعت له هداري. جستمون دخلت في الحياه العامه وانا عمري يمكن 3 سنين. انكرويابل. لانه الوالد اللي هو زيتوني تحصل على الاهليه من جامعه زيتونه، كان وكان في الحزب، كان في المسؤول في الحزب، كان يجيب الجرايد نتفكر الصباح والعمل اللي يجيو للدار. وكان يوريني هذه التصوير شكون، وكان شخصيات يوريك فيهم. اي وكان يلزم نتعرف عليهم كي يجيو بحذان الناس، خاصه من هذا برقيبه هذا يقول لهم هذا شكون. وانا سيتي ان بليزير بور موا سيتي ان فيرتي بور لوي. انكرويابل. انه هذا شكون وهذا شكون. دونك من الاول قبل ما نبدا نعرف نقرا، نعرف نفرز التصاور بين هذا برقيبه هذا صالح بن يوسف هذا منجي سليم هذا طيب الميري اكسترا. دونك وفهمت اللي تم حاجات بعد فهمتهم بالقدام، من الاول تحسستهم. وهكاك بدات ليسي القروان الشيخات والصغر
25 دينار في الشهر على الايبوك عندك اي مرتاح بالقدي بالقدي. انا كتير في مكري نغني انت في القروان وقت لانه شوف حاجتين. جدي الله يرحمه يجي نسمع منها شوي. عايش في غير سكون احسن من جو القروان، جو الصحاب، جو الليسي المكتوب والجيب معبي بشويه مصروف. شبيه جدك؟ جدي كاد انسان انا نعتقد اللي هو من احسن ما يمكن يتوجد في الدنيا. دبار برموع كان يحبني برشا. علاش؟ كان بالنسبه لي يعتقد اللي انا اذكى واحد، وكان اعتقاد حاجه تخصه، وكان يصرف عليه بالقدام. معناها نتفكر بور لانكدوت، في السنه الاولى ثانوي كنت مانيش بيات، كرالي بيت في اوتيل وكاله وقتها. وحاجه نفعتني برشا، كان اللي التيتار متاعي في الغادي في القروان سي عمر كشريد الله يرحمه، مكتباجي تقرا عنده في الكتب. سي عمر يخليني في المكتبه، يستثيقني يخليني في المكتبه، ولا نمشي بحذاه في المكتبه ويخليني شنعمل في مكتبه وحدي. تعلمت وقتها نقرا الكتب توسكيما. كنت نهز من المكتبه في الليل مثلا قصص جورجي زيدان، قريتهم من عند عم عمر، نهز في الليل القصة نقراها ورجعها للندمة. وحاجة لكن افيك سا سنة بايتي انفلوف ترانكيل. لا سنة بايتي انفلوف ترانكيل، بما انه تشديت بالكمشة مرة، شدك بالكمشة جدك تلعب في الكارتة جستمان. عندك المعلومات الكل، معناها نلعب في الكارتة. قرر جدي وبرش حاجات اخرين مش لازم نقولش لازم نقولهم. العام اللي بعده دخلني للانترنا، برشا حاجات اخرين يتقال ولا ما يتقالوش، فيهم اللي يتقال فيهم ما يتقالش، مي سي با امبورطون. دونك العام اللي بعده دخلت للانترنا باش تعرف جدي قداش يحبني. ما نعرفش فوزيتي انترن ولا لا. في الانترنا كانت يعطيك تروسو على ليبوك، سيتي دون بيد زاني 60، تروسو طويل وعريض اللي جنرالمون ما ثماش ناس تشري الكل. جدي شد شريه منهم زوز كساوي كاملين بما فيهم الكرافات. مدلل. دونك دخلت للانترنا وسايتي بينيفيك، لانه وعلاش جدي اوسي يحبني لانه انديبوندامون دو تو كيما كان يقول هو كنت قراي. معناها مي ريزولتا في الليسي وفي القرايه كانوا باهين. من بعد انا لفت انتباهي مختار طريفي قبل ما نمشيو المحطه الاولى مع الببليسيتين، لفت انتباهي محطه اولى في رفض الظلم صارت في الليسي. انت 20 سنه تترشح كمسؤول امام الشباب الدستوري وتربح، لكن الربح نتاعكم يترفض وتمشي تشكي للوالي. احكي لي عليها المحطه هذه كيفاش صارت؟ عملية سهلة. جيت انتخابات الشباب المدرسية في الليسي. انت تقدمت كمستقل؟ قدمنا كمستقل، عملنا قائمة من وقتها عملنا قائمة وترشحنا وطلعنا القائمة متاعنا. ربحت. جماعة الحزب والإلسفي اللي كاتب عام لجنة السيق وقتها هو أستاذي متاع العربية. كنا في عام الباك في سيجيمانية ليبوك، سي محمد البناعي الله يذكره بالخير ولا الله يرحمه، يذكره الكل بالخير. اي قال لي انتم تابعين الحزب. يا ودي ماناش تابعين الحزب. فمشينا للوالي سي عمر مصدق الله يرحمه. سي عمر مصدق يتس تروف كيلتي او ناسيون زوني في البعثه التايمه تاع تونس، راجل اممي متفتح. قال واحنا مشينا قلنا له راهو عمره ما احنا عمرنا ما واحد قالنا راكم في الحزب. الستاتيو نتاع الشباب المدرسية ما فيهش ما يفيد اللي هي منظمة تابعة الحزب، وترشحنا ضد الناس اللي رشحوهم هما وما طلعوش. دونك هذا ما زلت في الليسي. اي في الليسي. قالوا
سهل. قالوا إيه سبري؟ قالوا مالك كيفاش تحبهم يكونوا؟ وقال امشتوا على رواحكم وإحنا ينفدير. ما كناش ننشطوا ضد الحزب ولا مع الحزب ولا مع أي حاجة، كنا ننشطوا، عملنا رحلات وعملنا أنيماسيون في الليسي، وعملنا من ضمن الحاجات وقتها عملنا انتيت بوتيك في وسط الليسي، خاطر الليسي المنصورة في القروان سيتي ان غون ليسي افيك بوكو دانتيرن، برشا ناس يشريوا من الحانوت هذاك اللي تابع شعبي مدرسية احتياجاتهم، دي بيسكوي حلوة حاجات ولا. ولكن في نفس العام تشديت أنا ومجموعة أخرين لأن عملنا مظاهرة في وسط الليسي وخرجنا حتى البرة على ظروف الانترنا الوضعية متاع التلامذة في الليسي. سنة باديوغي تشدينا وتصيبنا. دونك أنا عندي خواتي البنات ما قراوش، وعندي في نفس الوقت نضال يبدأ على بكري ورفض الظلم يبدأ على بكري وتنظم حتى من وقت المعهد، ومن بعد بيجي الكومبوس. أوي حتى نحكي على الكومبوس في تونس بعد شوية. نص النهار 23 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. هو الرئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من 2000-2011، الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. هو زاد كذلك عنده بليزيوغ زوتر تيتخ، اسمه مختار التريفي، ومعاه كنا نحكيو على الماضي ونستشرفو في المستقبل، وتو من هنا لآخر حاسة نحكيو شوية على واقعنا. زاد كذلك تمشي للفاك، تمشي للكومبوس، احنا في السبعينات، ترتمي في أيدي اليسار، أزمة 73 تتوقف، تترد من الفاك، برشا 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 محطات في الفاكولتي. أي شوف، دخلت للفاك في عام 69-70. أي دونك خرجت منها في الجيش في تبرقة وجندوبة. العام هذاك صار في آخر العام السنة الأولى متاعي، صار مؤتمر قرب الاتحاد العام لطلبة تونس، صحيح، اللي كان فاصل تاريخي في تاريخ الحركة الطلابية. صحيح. لقيت روحي من اللي دخلت، من العام الأول اللي دخلت الفاكولتي، في صلب النضال الطلابي. ثم بعد عملنا المشروع 73 وتم انتخابي في الهيئة الجامعية، في اللجنة الجامعية المؤقتة، الهيئة النقابية المؤقتة، دونك هي القيادة نتاع الحركة الطلابية أنذاك عام 73. بعد خرجت من جميع معاهد التعليم العالي، انا وعدد كبير من الطلبه. خزرولك شافوك خرجت في الرادار؟ لا، كنت في الجلسات العامه، نخطب في الجلسات العامه، دونك سيتي كلير اللي انا تشديت قبل، تشديت في ماي 71، تشديت في 72، كل مره نشد ونتسيب. اما وقتها في 73، في نوفمبر 73 تشديت، قعدت حتى ال 14 جانفي، حتى ال 14 جانفي جوستمون 74، 14 جانفي من دي اس تي هزونا الجيش. جيش مشيت لتبرقة وجندوبة، تطرد من الجامعات الكل، تكمل جيشك وتشكيل المحكمة الإدارية. كملت الجيش، لا وقتها مانيش مطرد، كملت الجيش، رجعت نقرا. جي روبري النضال، طردت من جميع معاهد التعليم العالي. مشيت للمحكمة الإدارية، وهنا نحب نحيي الأستاذ النصراوي راضية اللي قرينا جميع. هي وقتها تخرجت ودخلت محامية، قامت هي بالقضية، قمنا بها باسم باسم الأستاذ محمد الرافعي الله يرحمه، وربحتوها وربحناها. وقتها على إيش، 70 طالب طردوا، كنت أنا وطالب آخر مختار أبو بكر اللي قمنا بالقضية فقط. إكسلان. نسكنوا جميع. جي أمني مختار معايا، الطلبة الأخرين قالوا ما ثم حتى فايدة، محكمة إدارية وريق وكذا. أنا متشبع بمبدأ القانون، ويتحكم بتوقيف التنفيذ، ويتحكم في الأصل بإلغاء قرار وزير التربية بيطردي من جميع معاهد التعليم العالي. سيكسلون. ليش؟ على خاطر بالنسبة لي أنا هذو من كلهم محطات. محطة أولى فيها اللي كنت تحكي فيها على أخواتك، وهالكونسيانس هذه الأولانية، الوعي هذا على بكري، ومن بعد كيفاش تمشي للنضال داخل المعهد، ومن بعد كيفاش عشرة تقريبا خمسة سنين في الفاك، ما بين أخذ ورد، وما بين مشي للجيش، ومن بعد رجوع، ومن بعد محكمة إدارية، ومن بعد
نغمة اليسار شوية وقتها في البالي أغنية من عند مرسال شوية خلطة مرسال يقول من أين جاءوا منين جايين مرسال طبعا بعد نحكي لك طرفة مع مرسال احكي لي توا وقت اللي وليت صحافي أول فواياج عملته البرة في إطار خدمتي في الصباح كان للبنان عام 79 ونتفكر اللي مرسال استدعاني أنا ومجموعة للعشاء ليلتها مرتو بعد ما مشينا للريستوران في الجبل هزوها ولدت ولد الأول رامي واو وي انكرا. معناها وقت اللي روحنا وقتها ما ثماش تليفونات وقت روحنا بعد هو عملي تليفون في الوتيل وأنا من غدوة مروح وجهكم مبروك خالك قال لي راني راو ولد سيل مدام ولدت وجابت ابن سميناه رامي ستي في سبتمبر 79 دونك من الفاكولتي تجي تجربة الزمالة زميلي زميلي الصحفي مختار الطريفي اللي يمشي للصباح طردوك تمشي من بعد للمغرب ومن بعد تمشي للموقف الموقف من بعد زادة تتسكر احكي لي على هل الفترة هذه قديش دامت مختار الطريفي صحفي ودايغ لهنا الفترة هذه اللي انت ممنوع فيها من السفر نو 8 سنين هذوما ببري نو لا لا باتوتا في تنقل انا دخلت نخدم في الصباح في الساعة من الأولى خدمت شوية ان طونك بيجيست مع لا بريس ومن بعد دخلت للصباح في جوان 76 مازلت ما كملتش الفاك لانه انا مطرد خلط عليها مخر انت الفاك ما رجعت للفاك الا عام 78 باش كملت الليسانس نتاعي دونك دخلت للصباح في الصباح لا بروميير شوز افير هي النقابه النقابه والتنظم دخلت للنقابه بعد وليت كاتب عام النقابه ابسوليومون عام 80 دخلت انا ملي دخلت عملنا قائمة مستقلة لجمعية الصحفيين وربحنا ولأول مرة في تاريخ جمعية الصحفيين رئيس وهيئة النقابة ما هوش من الحزب الحاكم وقمنا بنشاط كبير وقتها كان مقرنا في نهج النمسا كانت رئيسة رشيدة نايفر يذكرها بالخير وانا ومجموعة وبدلنا جمعية الصحفيين كومبليتمون اولا ساعه تي فركشتها كو فركشت ليه ليه بالعكس اول مره انا في إلير مرا رئيسه نقابه رئيسه جمعيه مهمه في البلاد ودخلت للفيدراليه الدوليه للصحفيين عام 80 في مؤتمر اتين اثينا وليت نائب رئيس مسؤول على افريقيا في المنظمه العالميه للصحفيين المقر بروكسل داكور صحفي بيجيست وليت مناظر العالمي لا صحفي في الصباح نخدم مرسم دونك بيان سور وقت عندي باسبور لانه نعمل اجتماعات كل ثلاثة شهور في كل مره في بلاصه في العالم اكسترا الى 82 طردت من الصباح سي الحبيب شيخ روحه الله يرحمه شيخ روحه يرحمه قال يزيني منه هذي قال يزيني منه يزيني منه فهمني جاي طرو سوفير قال لي فهمني وفعلا خرجت قعدت مده بطال بعد دخلت خدمت في المغرب مع سي عمر اصحابه ولا يذكروا بالخير ومن بعد كنت من المؤسسين لجريده الموقف وشديت رئيس تحريرها في وقت من الاوقات لهنا جيت تضييقات الاولى في الاثناء زاد خدمت مع جريده كويتيه الوطن كنت مراسل لجريده الوطن الكويتيه اكسترا الو لهنا صباح المغرب الموقف كتاباتك كانت على الحريات كتاباتك كانت زادة مستقلة شوية اسانسيالمون في الموقف كيفاش كان من هنا بدأ نوع من الصدام مع السلطة لا الفودير الصدام مع السلطة من قبل لكن في الصحافة الصدام مع السلطة كان في المغرب في المغرب مثلا أحداث الخبز فوالا غطيناها بالقدا ومشيت للقروان وفي تونس وعملنا برشا بوكو دو بون ريبورتاج اي كلكو طون ابري تسكرت المغرب هذاك اللي خلى وانه ما عادش عندي امكانيه باش نعيش دونك وقت اللي عيط لي سي نجيب شابي يذكروا بالخير باش نعملوا الموقف الموقف جي ريبوندو بريزون
ومشيت للموقف دونك وفي الموقف سيتي با فاسيل. نعطيك مثلا ان تروك اللي هو سابغي انكدوتيك. في وقت من الاوقات نجيب كان مسافر جو توني لا ريداكسيون دو الموقف عملنا انترفيو لسي محمد المصمودي والموقف كانت مجله والجريده هي. avec une couverture quatre chromie etc. donc تصوير سي محمد المصمودي على الغلاف فوقفوا الجريده وقتها اول مره شفت بن علي عملت معاه نيغوسياسيون باش ترجع الجريده وفعلا رجعت وراني قرار توقيف 6 شهور مازال مش مصحح قال لي راهو يشكبوا علي عند بورقيبه عليه هو معناه والقرار هو موجود عملنا نيغوسياسيون وانه نبدلوا الكوفرتور اما الانترفيو ما يتنحى منه حتى حرف لانه الكوفرتور التحرير هو اللي يحكم في الشيء تحط في الكوفرتور اما الانترفيو واللي قالوا السيد اللي استجوبناه ما نبدلوا فيه حتى شيء وافكتيفمون وتنشرت الجريده تصويره صغيره نتاع المصمودي في الكوفرتور والانترفيو تعدت لكن هذاك ما خلاش الموقف الدوم برشا لانه كل مره يحزون عدد كل مره يحزوا عددين للي قروا باش ينهيوها وقتها انا ما عادش عندي وين مشيت المحاماه مشيت للمحاماه نهج انجلتيرا من بعد نهج انجلتيرا خاطر عملت ستاج نتاعي ومن بعد الحاصل وقتاش جاي من على السفر بثمانية سنين يا اخي انا الباسبور نتاعي وفاء عام 86 ما حبوش يجدوهولي تجدد كان عام 96 96 قعدت 12 سنة ما تحركش المرة الأولى ما جدوليش الباسبور ومن بعد عام 92 صارت قضية تحلت على المحكمة عملنا سان دي بي كوميتي ناسيونال دو بروتيكسيون دي بريزونيي دوبينيون لجنة حماية المساجين السياسيين المساجين الرأي تحلنا على المحكمة تحلت على قاضي التحقيق فأول عملية عملها وقتها تحجير سفر طيب أنا ما عنديش باسبور زي الحجر السفر قعد أنا محامي بلاش إلى عام 96 باش عاودت تحصلت على الباسبور متاعي ممنوع من السفر ممنوع من الكلام ممنوع من السفر ممنوع من الغنى ممنوع من الكلام نجا انجلتير افوكا ملجا وملاذ تقريبا للجميع دفعت على شكون دفعت وقت اللي انت في بيروك في نجا انجلتير او في المحاماه اخترت ريفي دفعت على نسكول ما ثماش واحد اللي جاني وما دفعتش عليه وما ثماش واحد اللي يستحق باش ندافع عليه وقتها وحاجه اللي كان عندنا ان جروب موبيل دافوكا On a fait toute la République. تنقلنا في كامل تراب الجمهورية من قبلي إلى بنزرت إلى جندوبة إلى الكاف إلى القسرين إلى كل محاكم الجمهورية اللي تصير فيهم محاكمات سياسية كنا متطوعين ونقص دراب ونمشي الرافعوا والروح بينصير متطوعين دونك وفي تونس عدنا نبارلون با زعماء الأحزاب السياسية والحركة والجرائد واللي توقفت وكل تسمعوا بحد تظلم تسمعوا بمحاكمة سياسية محاكمة راي تهز رواحكم وتمشي لا عادة يجيونا نعملوا بشكل اللي ما نترماوش يجيونا نمشي وإفكتيبمون سيتي الكا ألوغ أي نحلوا شابتر الرابطة أي يلا نحلو شابيت الرابطة وقتاش دخلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فانا عام انخرطت في الرابطة في تقديري عام 80 ومن اللي بدأت الرابطة بدينا في العرك زادة أي مثلا كان عندنا مشكلة مع الهيئة المديرة التأسيسية للرابطة أنه ما يحبوش يعملوا فرع في وسط لتونس بدأت تتعمل الفروع في الجهات وفي تونس رفضت الهيئة المديرة عاملين فرع احنا كنا انا وقتها في جمعية الصحفيين كتب عام جمعية الصحفيين شدينا صحيح وانه علاش ما تماش فرع في تونس كي جاء المؤتمر الاول
نتاع الرابطة عام 81 مشينا قدام المقر اللي مش تعمل فيه المؤتمر وصارت عركة ولا ما تدخلوش لا تدخل الحصيو هذيك كيف كاش بدات ودبي انخرطت في الرابطة ومن بعد وليت رئيس فرع العمران للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عام 87 وتواصلت الحكاية. ألوغ كيفاش كانت العلاقة مع بورقيبة مثلا؟ علاقة الرابطة مع بورقيبة الجيل الأول سعد دون زميرلي حسيب بن عمار كيلكو باغ بورقيبة كان كيفاش كان فخور بالرابطة ولا كان كيفاش كانت العلاقة؟ بورقيبة داير نرحم على سي حسيب اللي هو المؤسس للرابطة رغم اللي عمره ما ترأسه وعمره كان في أي هيكل من هيكل الرابطة. سي حسيب بن عمار اللي توفى في ديسمبر 2008 كان عنده حس عام 76 وأنه ضروري القيام بحاجة واقترح حاجتين. حاجة الأولى رابطة تكوين رابطة لحقوق الإنسان وجريدة مستقلة مغرب لا الرأي الرأي من الأولى كون الرأي. بورقيبة من وقتها كانت تفكر كان جاء كارتر في الولايات المتحدة وبدأت عملية الحديث على منظومة حقوق الإنسان في العلاقات الدولية تصير وساء ومشى سي حسيب بن عمار زار عدد من البلدان واستدعى إلى مؤتمر وطني للحريات وسماه المجلس الوطني للحريات. وفي نفس الوقت تم تقديم مطلب لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بدأ مع عام 1976 وقعد التفاوض لمدة عام لأنه في الأثناء شنو اللي صار الحزب الحاكم سي محمد صياح الله يرحمه مشي وقدموا جلموا مجموعة من أعضاء الحزب وقدموا مطلب في رابطة لحقوق الإنسان. دونك من الأول فما بذرة نتاع أنه السيستم يحب يستأثر بفكرة الحقوق الإنسان وهن فعلا من الأول كانت النقاش على أنه هاو عندي زوز مطالب ومن بعد حكينا سي طاهر بالخوجة اللي هو كان وزير داخلية كومون سا سي باسي كيفاش مشى لبورقيبة وكيفاش صار نقاش مع القائمة المؤسسة للرابطة سي سعدون زمرلي والمجموعة هذيك لإدماج مجموعة من تجمعي من الدساترة في القائمة. دونك الخطيئة الأصلية اللي باش تتواصل لسنوات كانوا 15 من القائمة الأصلية للرابطة وسبعة من القائمة متاع الحزب باش تعملت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وبورقيبة هو اللي أعطى لفافير من الأول اللي تيغيتيسان ومن بعد عيط مشالوا تهرب الخوجة وتفاهموا على الفورميل هذه. لهنا تدرج انت بشويه بشويه وتدخل الرابطه كما قلنا نحكي ويجي من بعد ترأسك المكتب العمران بيرو العمران. شنو تتذكر من حالات معناها شنو الحالات اللي وهنا جايين بن علي زاده ما بين فهالباركور هذايا وتيهزك من بعد من سنه 80 ل 2011 والى حد الان شو ما الحالات اللي قعدت في بالك من انتهاك حقوق الإنسان مختار ترى شنو ريت شنو اللي ريته وتعتبره كل ما تتصور في بالك كان موجود. التعذيب كان على درجة كبيرة وخاصة للمناضلين السياسيين. شفت عدد كبير من المناضلين كيفاش يتعذبوا. المواطن العادي اللي في مراكز الأمن كيفاش يصير فيه اللي ما ينجمش بني آدم يتخيله بدون ملاحقة خاصة شيء أنه إلى حد 1999 جريمة التعذيب ما كانتش موجودة في القانون التونسي رغم اللي تونس صادقت من عام 88 على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ما تم تنقيح المجلة الجزائية لإدخال جريمة التعذيب كجريمة مستقلة إلا عام 99. بالتالي تصير جرائم كبيرة وحتى كان مش يتحاكم واحد يتحاكم من أجل اعتداء موظف على المواطن في إطار استعمال سلطة حاجة هكا معناها هذا الحرمة الجسدية للمواطن كيفاش كانت مقموعة بشكل كبير وكان والتقارير متاع المنظمات الدولية كوسوسوان متاع الرابطة
ولا أمنيستي انترناشنال، لأن يعني أنا أيضا كنت في أمنيستي، أمنيستي انترناشنال وإلا بعد هيومن رايت واتش اكسترا والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، كانت توثق هذاك، معناه كانت الانتهاكات فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير. أنا كنت صحافي في وقت من الأوقات، ودونك معني أكثر شوية بالحرية الصحافة، شفت توقيف الصحافة، ما ثماش جريدة حزبية ولا مستقلة ما توقفتش عديد المرات، والتوقيف سهل، نشر أخبار زي في مجالة تعكيد صف النظام العام 6 أشهر. بن علي وقت اللي جاء سنوات انفتاح عام ولا اثنين، ومن بعد بدأت محاولات الاختراق للرابطة على بكري، هكا ولا؟ أي كيفاش صارت العملية؟ البعض كان يعتبر أنه فما ما يسمى بالزوبورتونيست، ما يسمى بقلابة الفيستا. منذ تقريبا التسعينات محاولات الاختراق من عند الحزب الحاكم، من عند نظام بن علي، خاصة وقت اللي جاء قمع الإسلاميين، وتتواصل هذا حتى 2005 في مؤتمر العالمي لمجتمع المعلومات، تنرجعوا له شوية آخر. كيفاش صارت العملية؟ شوف ملي ساعة صار خلاف داخل الرابطة، داكور، في وقت اللي جاء بن علي حول الميثاق الوطني، صحيح، ندخلوا في مسألة الميثاق الوطني ولا لا، وخاصة وأنه اللي حرر الجزء الأكبر من الميثاق الوطني هو سي محمد شرفي بسيفته وقتها رئيس الرابطة. كنا مجموعة من الفروع في داخل الرابطة رفضنا أن الرابطة تنخرط في العملية هذه، وقلنا أنه هذا مش من صلاحياتنا، هذا يصير بين أحزاب، وهذا يحاول يدخلونا في بوت قال لي احنا ماشي متاعنا. وأحسن من المجلس الوطني الموضوع بأنه صادق على أنه نصحوا الميثاق الوطني وانتهى الموضوع هذا. لكن ثم عملية أخرى صارت، اللي هي عدد من القيادات متاع الرابطة مشيت للحكومة، سي سعدون زمرلي الرئيس، ثم سي محمد شرفي الرئيس الثاني، سي محمد شرفي، سي ديلي الجيزي الله يرحمه، Absolument. سي حمودة بن سلامة، صحيح، وعدد من القيادات الوسطى للرابطة دخلت في الحكومة، دخلت في هيئات. طبعا مثلا نعطيك حاجة، مع سي محمد محمد شرفي كيتي أنامي وستاذي، ونا ديسكوتي افيك لوي، حكينا معاه قبل ما يدخل الواش داخل، وكان بالنسبة ليه لإصلاح المنظومة التربوية وإلا في دي بون ترافاي، ومن بعد استقال. لكن ما كناش موافقين على دخوله، لأنه سا وكما قلنا لوقتها سا لي فراجيليزي لا ليغ، اي دو توت مانيير بن علي ما ينفذ كان سياسته، ما ينفذ سياسات أخرين. تعدينا فترة صغيرة اللي ما صارتش فيها مشاكل، لكن بعد حال ما رجعت الرابطة، حال ما بدأت قمع الحريات بشكل مع الإسلاميين سيستماتيك، خاصة مع الإسلاميين واليساريين متاع حزب العمال، بدأت المشكل. ومن عام 91 بدأت الإشكالات الكبيرة مع نظام بن علي، مع نظام بن علي، للي شيء اللي خلى وأنه صدروا قانون، اللي قانون الرابطة، قانون الجمعيات اللي هو قانون الرابطة، اللي فرضوا على الجمعيات ذات الصبغة العامة وأنه تقبل في صفوفها اللي يحب، وصنفوا الرابطة كجمعية ذات صبغة عامة. ورفضنا احنا في المجلس الوطني متاع الرابطة تصنيف ذاك، وتسكرت الرابطة لمدة 10 أشهر، أكثر حتى من 10 أشهر، في 13، تفكر مجلس وطني 13 جوان 92، سي عبدالله القلال وزير داخلية هدد الرابطة، عندكم حتى نص الليل، إما تقولوا الرابطة راي جمعية ذات صبغة عامة وتتزموا بالقانون، وإلا راهو ستسكر. هزينا في الليل، هزينا كلكو زارشيف من الرابطة وتسكرت. هذاك علاش عملنا الهيئة، هيئة الدفاع عن المساجين، المساجين الرأي. المنع القضائي وقانون الجمعيات جعل من كل تحرك للرابطة تحرك بطولي ونضالي، دون مانيغ معناها بصفة عكسية، جعلوا منكم انتوما البورتي تندار، رفيعي راية الحقوق الإنسان في تونس، وأصبحتوا ملاذ الجميع، وأصبحت دار جامعة، وأصبحت مظلة من قبل. شوف الرابطة ملي تأسس كانت لو بورت اتاندار
نتاع الحريات. هذا متفاهمين فيه فهمني لكن بن علي في باله باش يخترق يا اخي يلقى روحه امام وقت اللي سكر والرابطه كانوا اوبليجي باش يقبلوا وانه باش نرجعوا ولقاو حل على طريق المحكمه الاداريه لحفظ ماء الوجه. قالوا لنا اعملوا قضيه في المحكمه الاداريه في توقيف تنفيذ القرار. في اكثر من 27 جلسه ولا اكثر من 27 قضيه ولا لا هذيك جايه من بعد اما على التوقيف عام نتاع عام 92 والمحكمه الاداريه جنسور ما بشويه تعليمات وشويه بون فولونتي برا اقسم انت بين هذه وهذه اعطتنا حكم اللي عملنا به مؤتمر 94 رجعت الرابطه وعملنا مؤتمر 94. في مؤتمر 94 كنا زوز قائمات انا في قائمه والسي توفيق بودربيله ومجموعه اخرى في قائمه هما تم الاتفاق مع السي توفيق ومع مجموعه من اللي معاه على انه تخرج قائمتهم مع السلطه. لكن بعد شنو اللي صار دوب ما الرابطه قامت بدورها في الدفاع على حقوق الانسان تم توقيف النشاط نتاعها تجميد لانه كانوا يتوقعوا اللي ثم في الرابطه واحد مش يجي يقول لهم ايوا الاجراءات التي يقوم بها نظام الحكم والتحول المبارك من احسن ما ثم كي ما صارش هكا ما عادوش يهزوا حتى تليفون على السي توفيق وما تمكناش من تجديد الفروع وما تمكناش من الانخراطات ولمده 6 سنوات الى عام 2000 الرابطه مجمده. الو عام 2000 انت تترأس بعد المؤتمر الرابع نو؟ لا الخامس. الخامس مؤتمر الخامس 2000 2011 بالنسبه ليك وبالنسبه لينا فتره صعيبه 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 2000 2011 فتره صعيبه برشا سنوات الترأس نتاعك وقتها بن علي وكالخماض نتاع بن علي والطرابلسية وبدات الامور تتعفن شويه وجات 2005 جاء المؤتمر العالمي 2005 المؤتمر قمه المعلومات ولهنا الضغط عليك انت زاد ولهنا تهمني فكره الاستقلاليه الضغط عليكم على الرابطه باش تقوموا انتم زاد باضراب الجوع مع تقريبا جميع القوى السياسيه الموجوده في البلاد. انت قلت لا انا ما ندخلش تحت السقف هذا. شوف الضغط علينا كان من جميع الاطراف بيان سور من السلطه لانه من نهار اللي عملنا المؤتمر وطلعت القائمه نتاعنا وتم انتخابي انا رئيس اعلن الامين العام للحزب انذاك سي عبد الرحيم الزواري اللي المؤتمر ما كانش قانوني وسيتم طعنه فيه لاغي يقول القائل اش دخلك انت امين عام حزب في مؤتمر رابطه لكن بعد وبدات القضايا نرجعوا لها دونك الضغط كان كبير وحالا تم غلق مقر رابطه وتعيين متصرف قضائي على الرابطه وانتقلت الرابطه لبيرويا في ناج انجلترا ولا تم الاعلان على انه مقر الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان راهو في 7 ناج انجلترا. افكتيفمون وقعدنا 10 اشهر باش رجعت الرابطه وعلاش رجعت الرابطه؟ لانه تم صمود نتاع الرابطيين جميعا تقريبا ودعم دولي غير مسبوق. اي صحيح جاوا السفراء وانت لهنا عملت بعثت لهنا للسفراء بالجاو بعثت ديما ما الكلمه اللي كانت متداوله انا ذاك الاستقواب الاجنبي كنت نقول لهم اي مستقوين بالناس الكل كل منه يدافع على استقلاليه الرابطه رانا مستقوين به ونستقواه سورتو بمناضلات ومناضلي الرابطه وما كي ما نجموش العمل خاطر كانوا يتوقعوا في صدروا حكم كانوا يتوقعوا لي بالحكم سي قلت لهم هذا راهو اون ديسيزيون بوليتيك دون ان امبالاج جوديسيير. 2005 قلت انا ما نقومش بضرب جوع مع الجماعه. 2005 جوستومون زاد الضغط من شيره اخرى ضرب الجوع من صحابك جاوني اصدقائي وقالوا قلت لهم لا خاطين شاورت في الملول قلت لهم لحظه شاورت في داخل هاي المديره مش اوفيسيلمون ديسكريتمون انا رايي انه ما نشاركوش والناس الكل تقريبا في الهيئة المديرة قالوا لي ما نشاركوش احنا نقعدوا الطرف اللي يراقب هالعملية هذه الكل وكان عندنا شعار احنا نساندوا المطالب وما نساندوش اشكال النضال لانه في وقت من الاوقات كانوا ناس يحبوا يجيوا يعملوا ضربات جوع في الرابطة احنا نبدأوا نساندينهم مثلا طلب نساندين مطالب قلوا احنا نساندوا المطلب
أما شكل النضال هذاك متاعك أنت، أنت تختار شكل النضال متاعك. الأصدقاء اللي قاموا بإضراب الجوع 2005 في مكتب الأستاذ عياش الهمامي كانوا كلهم أصدقاء، والمطالب كنا نتبنيوها، لكن قلنا لهم احنا ندافعوا على المطالب، اما شكل النضال انتم تختاروا. 2011 لافيون روز تقول ديد بياف تتحدث بون، نقول لافيون روز لكن نشوفوا كيفاش واخر يمكن نوع من 2011 انفجار كبير، انفجار الحريه، اختار تريفي حقوقيين نضاليين يلقاو روحهم امام هي تنقول نتيجة عمل حياة كاملة. كيفاش عشتوا 2011؟ احنا كنا طرف من عام 2008 في الحوض المنجمي. عام 2008 كوننا لجنة مساندة ضحايا عائلات الحوض المنجمي، كان يترأسها مسعود رمضاني وقتها رئيس فرعنا في القروان، رئيس فرع رعتا في القروان، تحية لهم الكل، كل كل عبد الرحمن الهذيلي في معناها ورؤساء الفروع انخرطوا تحت إشراف الرابطة في العملية هذه، وكنا نجند المحامين، كنا نجند المحامين التوانسة والمنظمات الدولية، لأنه مثلا وقت اللي جاءوا سبعة أمناء عامين تأحزاب فرنسية لتونس اللي وهبطوا للرديف ومشاوا للقفصة، ستي بالنسبة للنظام حاجة تهبل. وكنا نجيبوا محامين من برا، وهنا نحيي الأصدقاء متاع هيئة محامين باريس، لأنه كان عنا محامين يهبطوا معنا القفصة يجيوا من باريس يهبطوا القفصة لملاحظة المحاكم. لويش هذاك؟ لأنه ضغط بالنسبة للسلطة، ضغط أكبر ضغط، أكبر ضغط. وكي يبدأ معاك واحد أجنبي حتى البوليس اللي كان مش يضربك يرد باله ويجبر حتى شوية. دونك كنا منخرطين في الحركة هذاك. كذلك هو جزء من البوليس في وقت من الأوقات يقول لكم يا برا ربي معاكم ورد بالكم نحيي عدد كبير من البوليسية اللي يجيك في تركينة يقول لك يا أستاذ سمحني ماك تعرف الظروف خبيزة. دونك كنا في الحركة هذاك وقت اللي صارت العملية متاع محمد العزيز، محمد بوعزيزي في سيدي بوزيد، كنا من أول وربما أول منظمة اللي تعبر على موقف بالوضوح. ونوز افون غولي لانفورماسيون معنا مع الإذاعات والتلفز الأجنبية يوميا لانتهاء العملية بهروب بن علي. 13 جانفي استدعاوك للتلفزة التونسية وتقول أنت فهمت اللي طاح النظام. تكلير 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 سوار لا واضح واضح سمعت اي واضح ليلتها اللي النظام، وقلت والعركه اللي صارت بيني وبين وزير العدل وقتها بشير تكاري كي باغيور انا مي دو كلاس سيتي كلير اللي بالنسبه لي انتهى الموضوع. وقتاش كيفاش هذيك حكايه اخرى، مساله وقت، مساله وقت.